برعاية معالي وزير الدفاع وحضور السيد رئيس أركان الجيش وكبار القادة والضباط في وزارة الدفاع، أقامت دائرة العمليات حفل افتتاح مركز الحركات المشترك والذي أنشئ بسواعد أبطال جيش الباسل، ليكون صرحا عسكريا وعلميا متطورا يؤمن مبدأ القيادة والسيطرة ومتابعة عمل القطاعات العسكرية وتحركاتها. معالي وزير الدفاع وخلال كلمته في حفل الافتتاح أشاد بجهود جميع من عملوا في إنشاء وبناء مركز الحركات المشتركة، والذي يعد من أهم المراكز في إدارة العمليات بوزارة الدفاع، بما يخدم مسيرة النصر والسلام والتطور والازدهار في صفوف المؤسسة العسكرية. تزامناً مع الذكرى 5 لأعياد النصر العظيم، نجتمع اليوم هنا لافتتاح مركز الحركات المشترك بمديرية الحركات العسكرية، والتي كانت له دور كبير خلال معارك التحرير، فهي تعتبر القلب النابض للجيش العراقي، وذلك لما قدمه منتسبيها الأبطال من جهود كبيرة للتنسيق بين قيادات وفرق الجيش العراقي وكافة مفاصل وزارة الدفاع، فهي حلقة الوصل بين الجميع، ومن خلالها يتم إيصال المعلومة الصحيحة إلى أبعد نقطة في الجيش العراقي، وبهذا تم القضاء على ما كان يروج له الإرهاب وإدناره من معلومات خاطئة وغير صحيحة عن معارك التحرير عبر تعبير مواقف كاذبة وعارية عن الصحة. إننا اليوم إذ نجتمع في مركز الحركات المشترك لمديرية الحركات العسكرية الجديدة، نؤكد على بدء عقبة جديدة لإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية للوزارة، وبما يخدم المصالح الخاصة بالمؤسسة العسكرية وبمنتسبيها الأبطال. ولا يسعني إلا أن أقدم الشكر الجزيل لما ابتداء من أبسط منتسب أو جندي عمل في هذا المشروع، وانتهاء بالسيد رئيس أركان الجيش المحترم قائد النصر، مرورا بمعاون العمليات ومدير الحركات العسكرية، وأكرر شكري لكم ولحضوركم، شكرا جزيلا. الحفل تضمن عرض فيلم وثائقي عن مراحل إنجاز مشروع مركز الحركات المشترك، وتقديم الإجازات المفصلة عن عمل منظوماته واتصالاته المتطورة، ليختتم معالي وزير الدفاع الحفل بإجراء اتصالات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع عدد من قادة العمليات والفرق العسكرية لبيان مدى نجاح الشبكة المؤمنة للمركز المذكور.